شغلات لازم تعرفها عن سيارة فولكس فاجن جولف. تصميم شبابي بامتياز، أضواء LED أمامية تمتد حتى مقدمة جناح السيارة بتعطيها مظهر أكثر جرأة، جنطات قياس 17 إنش بتعطيها مظهر رياضي مع تعتيم للزجاج الخلفي ETSI، وهي من الأشياء المميزة في الجولف، وبتعني تكنولوجيا مايلد هايبريد اللي بتحول الطاقة الناتجة من تباطؤ السيارة لطاقة كهربائية بتخزنها ببطارية 48 فولت، وبتستخدمها السيارة عند الحاجة وبتوفر 10% من استهلاك الوقود. وهلأ خلينا نشوف المقصورة الداخلية. مقصورة داخلية جديدة خالية من الأزرار، نظام الإضاءة صار بيشتغل باللمس، بالإضافة لجزء من نظام التكييف. نظام التكييف بالكامل صرنا بنقدر نتحكم فيه من خلال الشاشة، حتى أبسط الأشياء صارت باللمس. إضاءة داخلية من 30 لون، المميز فيها إنك بتقدر تختار لون إضاءة للتابلو للأبواب ولون إضاءة تاني مختلف تماماً لأسفل الأبواب الأمامية والخلفية ولجيبة المنتصف. السيارة فيها العديد من أنظمة المساعدة والأمان، نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام الحفاظ على مسرب المركبة، نظام التحذير من مغادرة المسرب، بالإضافة لحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية كمان.